بطولة أندية العراق بالسباحة الأولمبية شارك بها أكثر من 20 ناديا من كل محافظات العراق. البطولة التي أقامها الاتحاد العراقي للألعاب المائية تأتي من ضمن نشاطاته لموسم 2023، وتعد واحدة من أهم البطولات في أجندته كونها تضم لاعبي المنتخب الوطني. تعتبر هذه البطولة هي باكورة نشاطاتنا هذا العام، هي بطولة العراق للأندية السباحة الأولمبية. الحمد لله شارك 21 نادي من أصل 7 محافظات، يعتبر عدد جيد. الفئات المشتركة هي فئات الشباب والناشئين والمتقدمين، تقريبا 120 سباح يشترك. أنا أيضا أشوف عدد لا بأس به. إحنا كمدربين منتخبات إحنا بحاجة إلى ناشئين، إنه قاعدة المفروض كل نادي يسوي فد قاعدة عنده حتى نقدر نرفد بها لاعبين المنتخب الوطني. منافسات قوية بين لاعبي الأندية، والبالغ عددهم أكثر من 150 لاعبا تباروا ضمن فئات المتقدمين والشباب والناشئين، والتي كان لأندية الجيش والحشد الشعبي والشرطة الحظوة الأكبر في تحقيق الأوسمة الملونة. التنافس شديد بين 4 أندية اللي تعتبر أندية النخبة، هي بين الجيش والشرطة والحشد والاتصالات. هؤلاء الأندية تعتبر من الأندية المؤسساتية والتي تدعم ألعابها كمخصصات للاعبين وتجهيزات. باقي الأندية للأسف لا يوجد اهتمام بالألعاب الفردية. منافسة حلوة ويا باقي الأندية، كون نادي الجيش يعني خلينا نقول احنا حققنا مراكز متقدمة من البارحة تقريبا، جميع تقريبا الفعاليات كنا أول ثاني أول ثالث، يعني جميع حرصنا على المراكز الأولى والتسلسل الباقي. شاط بطولة كلش مميزة بالفار وبالترتيب مال المسبح، واشكر سا علي واشكر سا هاشم وسا خالد على الجهود جاي جهدوها على المستويات، وشكرا جزيلا. طلعت مركز الثاني ومركز الأول الحشد. شاركت بالبطولة مال السباحة، جبت مركز الرابع ما حالفنا الحظ، وإن شاء الله بالبطولات القادمة نجيب مركز ثاني وثالث. وأشكر الجوية واتحاد المسبح. بطولة أندية العراق بالسباحة تعد البطولة الأهم من ضمن نشاطات الاتحاد العراقي للألعاب المائية، كونها تعد القاعدة الأساس لتخريج السباحين الذين سيمثلون العراق بهذه اللعبة مستقبلا. من بغداد عبد الصمد كاظم، العراقية الإخبارية.